مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير تركي جريفي، يعني الصوص يلي منقدمه مع التركي أو الحبشي. بالفيديو السابق شفتوا طريقة تحضير الحبشي المحشية وقلت لكم إنه كل المرقة يلي بتكون بأرض الصينية بعد ما أشوي الحبشي بصفيها وبحضر منها الجريفي أو الصوص. هيدي كمية المرقة اللي طلعت عندي، شايفين على وجه المرقة في عندي سماكة من المواد الدسمة يعني من الزبدة ومن المواد اللي نزلت من الحبشة بأرض الصينية. بجرب اتخلص من كل هالمواد الدهنية الموجودة على وجه المرقة، بشيل منها قد ما بقدر. إذا بيبقى شي بسيط مش مهم، المهم انه الكمية الاكبر من هالمادة الدسمة اتخلص منها. بعد ما شلت كل المواد الدسمة طلع عندي كوب ونص من هالمرقة، بس الكوب ونص ما رح يكفيني لتحضير هالمرقة. رح زيد شوي من مرقة الدجاج أو من مرقة التركي، فينا نحضرهم بالبيت وفينا نشتريهم بالعلب حاضرين من المحلات. رح احتاج لملعقتين طعام من الزبدة وربع كوب من الطحين. هاي هي كل المواد اللي بحتاجها لتحضير الجريفي. هلأ رح نشوف طريقة التحضير. بكسرولة ستانلس ستيل صغيرة عدوب ملعقتين الزبدة، قلنا ملعقتين طعام من الزبدة، بزيد عليهم ربع كوب من الطحين. هالمادتين مع بعض اسمهم رو، بس حضرهم كون عم حضر رو يعني الاساس اللي بده يعطيني سماكة للصوص اللي بكون عم حضره وخصوصا الجريفي. بنفس الطريقة بعمل بيف جريفي، تركي جريفي، تشيكن جريفي. رح قلب الزبدة مع الطحين شوي حتى تروح طعمة الطحين الني، وبعدين بضيف تدريجيا كل الصوص الموجود عندي يعني كل المرقة اللي طلعت من التركي. يعني مش اكتر من دقيقة واحدة بصير زيد تدريجيا المرقة السخنة على الروح على الطحين والزبدة مع التحريك المستمر. بستمر بهالشغلة بهالطريقة لحتى تخلص عندي كل المرقة. آخر كمية 2 كوب من المرقة. فيني أعمل هالكمية مضاعفة، طبعا رح نحتاج على الأكيد وقت منكون كتار على عيد الشكر أو على عيد الميلاد، وخصوصا اذا عاملين حبشة كبيرة مثل اللي انا عملتها رح نحتاج كمية مضاعفة من الجريفي. ساعتها منزيد 2 كوب من مرقة الدجاج او من مرقة التركي، ومنضاعف كمية الطحين وكمية الزبدة. رح اتركهم هلأ يغلوا ليصيروا بالسماكة المطلوبة، وبعدين منشوف سمكتهم وشكلهم. تركت الجريفي تغلي على نار خفيفة مثل ما انتو شايفين مع التحريك من وقت للتاني لمدة 10 دقايق. بعتقد صارت سمكتها كتير منيحة، اللي بيحب يسمكها اكتر بيغليها اكتر، واللي بيحبها رخوة بيطفي النار قبل 10 دقايق. رح اطفي النار هلأ وصبها بالجريفي بول او بطبق التقديم.
وهيك صارت الجريفي عندي حاضرة للتقديم. لازم تكون سميكة، منزيدها على لحم الحبش، على لحم التركي أو على البطاطا بيوريه. بتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوا تشتركوا بقناة سوهز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهز ديشز، تابعوني على انستغرام. Please subscribe, like and share. Thank you very much. See you next time.